بالريش، وحد يتعامل معاه وحد يتكلم معاه وحد يصنت له. لا عميل، لا عميل نعتبره بعد. انا بعد يعقوب بن نعمة الجماني يعتبره لا عميل. وفور قلت انه يتعامل مع الريش، واحد يتعامل مع الريش خاين خاين خاين. شو الريش شو ما سيعني سيد الولي ولا شو؟ حد قلت عنه مع بالريش، هسا قلت الحاجة وقلت بالريش وقلت الروايات ها، وانتم تعتبروهم خونة يعملون المن للمغرب. هذا هو هو اللي قلت عنه يشتغل لهم، عنه هو يتعامل معهم. ايه قلت عنه يتعامل مع بالريش، واحد يتعامل مع بالريش خاين خاين خاين. شو بالريش شو ما سيعني سيد الولي ولا شو؟ حد قلت عنه مع بالريش، هسا قلت الحاجة وقلت بالريش وقلت الروايات ها، وانتم تعتبروهم خونة يعملون المن للمغرب. هذا هو هو اللي قلت عنه يشتغل لهم، عنه هو يتعامل معاهم. ايه هو راهم لك كاملين تاكي فيهم عويلي بالريش برقامه. سمعت وين قالوا لا تتكلم ويشجع ويدخلوا عليه في الخاص اصحاب الحركة، فاهم؟ والاوديو والفيديو اللي عدل عليك انت تصور، ما هو جايبهم من الخلاء، فاهم؟ التقطيعات يعرف هو ذاك اللي عدل. وهذا زين عنده وحدين يا غير الصحراء بعيد من ذا. هاي خروقات تخلق في الاستعمارات، ولقط 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 هالنوع من الخروقات رد شعب عن حقه. ما قط ردوا عن حقه له ولا يردوا عن حقه، لانه الحق حق والباطل باطل. يا اخوتي راهو عادلنا وحلا هذا باريشو. ايه عادلنا وحلا باريشو هذا. ايه لحد حد فيكم يعرفه؟ ايه تلفن عليه يتكلم؟ ايه لا عاد ولا عم حد منكم والله حبيب والله قريب وباكر او باريشو لعنا؟ ايه لا الحقيقة الى عاد في وادونا صحوه، الى عاد في العيون صحوه، الى عاد في الدوكرة صحوه، ايه الى عاد في هذا الذهب صحوه. ايه باريشو هذا شنو باريشو؟ انا واللحمة الباريشو اصحو الباريشو ذا الى عاد هم قريب له والله حبيب له والله ما قريبي له والله اللي هو هو ينصحو انصحو باريشو هذا. قولوا له شي باريشو ذا قال عنه ينقال له اللحمة الباريشو. ايه خلانا ودرانا سجل علينا الافلام وسجل على اودياتنا ويلقى في اوديو عزوز ويلقى في اوديو الشيباني ويلقى في اوديو كيل ويلصق من هوك ويلصق من هوك وشي يقطع صوته وشي ينقص كلامه وشي يزيد كلامه ها واصوات يلصقهم في اصوات. احنا راح بينا باريش وهذا تلفنوا علي الناس الى عاد فادنا نقولوا هلو اتفو بيك يا باريش وعلمونا لا حقولوا في عاد الاوديات اتصل معنا اتفو بيك. شوف يا باريش انت باريش هذه ممكن من البرابيش، البرابيش من مراكش، وعقب ذاك صعتهم الحروب الى توات والى الصحراء الغربية وموريتانيا الى لحقوا اصواء حروبهم مع ابن عمهم بنو من المقافرة ومن حروب طاحنة ومع اولاد دليم ومع الجميع محاربين هم. من ادم اللي حسك تذكر اللي هو انت قاع ما سهديت اسمه ينقال له باريش، يقول له فلان والباريش والله باريش، قال عنه راجل من اهل الصحراء من واد نون وعنده موقع فيه في فيه تتابع، وقال عنها مدة تصنت له فيه في اليوتيوب. هذا اليوتيوب اللي انت تفتح فيه موقع وتلحق فيه بلد ما نعرف كم، وتعود متابع تتابعك القنوات والاعلام والخله. وهذا لابد له من انسان يعود فنان، ما هو بعد كيف نحن ذو البدويين البسطاء اللي ما نعرفه ما هو الوصف. لا بد يعود رقاش فنان، فنان في الانترنت وفنان في كل شيء. وهذا الراجل اللي ينقال له باريش فنان في ذي الأمور وعنده ذاك الموقع، واللي جبر كامل يلتقطه يحشيه وموقعه حق الله فهمت يحيي به ذاك الموقع اللي عنده في اليوتيوب. وفتنا بعد بريناه 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 من الناس قاع الحية الحية اللي هي تتكلم بريناه منها. رمضان هذا والله ما قد نتكلم لأنه رمضان كما كان رمضان كامل ذاك المطروق دريكتية تسمى يا هذا مؤمن هذا رمضان ولا قد يتكلم مع هذا كامل ولا قد يتكلم في المخيم. إبراهيم مات غالي، إبراهيم مات غالي يرفدك باس، وإبراهيم قالي يرفدك باس مشي لي فيديو إبراهيم غالي كان في فنزويلا هذا انتصار مجننكم
مجنب محركم ابراهيم قالي كان في الزويلة وعدل له استقبال زين مجنب باش تعرفوا عنهم مجانين ابراهيم غالي ايه المخيم اكبر انتصار ايه حق اكبر انتصار جات العمامة انت اي حقوق اللاجئين حق تجوال حق هذا هو علي بريش بطريش وهذا هو الإعلام المغربي وهذا هما العياش اللي ما هم عارفين شي قاع اللا ماشين وتوع لوجاههم وهذه هي المخابرات المغربية داخلين معانا في الواتساب كل واتساب سواء كان واتساب دايرة سواء كان واتساب أي واتساب هما داخلين والمخابرات المغربية وإحنا يوني على ظاهرتنا الصحراويين نتكلموا عند منين ينفقى حد على رئيس بلدية والله على والله على والله على مسير يمشي يسجلها في الواتساب عنه لا مطعون وتعرفوا انتم مطعين منين يحمق رقاش يقول قاع كلام ما فوق طاقته ما هو عليه بريش دوره ذا هو شرك منين ينفقى حد يا بريش سجلوا ومشي في اليوتيوب هذا هو دور بريش لانه بطريش يطير خاص يطير عليه المنابر الواتسابية الصحراوية ويقبض من هذوك التسجيلات منين يدخلوا هما يدخلوا في المنابر اللي ماهي اهلها ماهي متفاهمة مثلا هناك معارضة تدخلها الجدال يدخل هذا وهذا هون راني قطع عدلت به لايف يا الصحراويين علي بريش وجماعة معاه صحراويين داخلي المنابر حذاري ثم حذاري مرحبتي بك 52-44 مرحبتي بك وسهلتي ايه هو يقد يعدل اللي بغاو يقد يقول اللي بغاو احنا ما نقد نقول اللي بغينا هو ذاك هو انا عارفته وانا عارفة عوي ولد احمد باريش فهمت وبوه اصله معه صحراوي امه صحراوية من اهل الصحراء من الصحراء المحتلة يقربوه من الداخل سمعت وتعرف عليهم وعام هون وجابته هو اللي فك من حاله وعاد هون يشوه نواره وشوه للصحراء وشوه اللي بغاه هو ما يقدر يشوه هو عنده ما عنده صحك حق الماء وفيك ما تدلع للناس اللي فيه هو يدلع علينا احنا سمعت والله بداي وتوه نواره ملي ما قطعت كتل تركب ولا قطعت كتل ترقاش يسوى هو منه سمعت رانك غالط نواره ويلها منادي المسكينة وتبغي الصحراء ومن اهل الصحراء من عليه قبط ويلها وتصيبتها واصلها وفصلها سمعت وتوف احنا كنا ساكتين عن مغاربه شناهي اهبط فينا ولان اللي نعودوا مغاربه وهذا ما قلت شي عيب ما ان مغاربه ولا اللي نعودوا ما نقد نعودوا مغاربين بوسيب لله يحفظ ويستر يا رب يبونا نحفظ يبونا مرحبا معك الصحفي محمد رغد الليلي من باريس يا المذيع السابق في القناة الأولى اللي كان يقدم النشر الرئيسية ديال 8 اللاجئ حاليا في فرنسا كاين واحد الشخص سميتو علي باريش الرقم الهاتف ديالو 061 باش تسجل الله يخليك صفر وهذا الشخص هذا وكاين معلومات شخصية وكاين معلومات مغلوطة على الحياة الشخصية ديالي وهذا الشخص هذا وهذا الشخص حر طالير كيدير نابغة على الرغم انه وجهنا شكاية من هنا من فرنسا الى الوكيل العام ديال القنيطرة والى الوكيل الملك ديال القنيطرة والى هذا الشخص هذا خاص تم التحقيق معاه باش يتعرف شكون اللي مسخرو هذا الموضوع على هذا الشخص هذا نقول لك يعني العبارة حالف حتى نبولك في سروالك يعني وراه سيرتك عندي كلها من أعزل ولكن أني أشرف منك لأن نشر صور النساء والأطفال المشكلة أنني أنا من اقتربت منك سوف نتأكد معك من التليفون ديالو ألو ولكن باش يتعاون باش يقول لأنني أنا عندي علاقة شرعية بأن ولدي تزاد سفاحا وعلى منشور لازال الآن إلى حدود الآن في الصفحة دياله في الفيسبوك باسم باش تقيدها حتى هي كذلك صفحة باريش المغربي بالعربية باريش المغربي إلى حدود الآن ناشر بأنه عندي ولد غير شرعي
ماشي المشكل يكتب كيف ما بغى، حياتي الخاصه هذه تكون عندي شرعي ولا غير شرعي. الاستماع لهذا الشخص واعتقاله اذا اقتضى الامر وتقديمه للمحاكمه. يقولوا ينعلبوك يا بريريش، وينعلبوا ذاك اللي يقول لك، وينعلبوا ذاك اللي يجيب لك المعلومات، وينعلبوا ذاك اللي خالطك يا بريريش. شت انت يا بريريش، انت الليلة عطراج يا بريريش. قول لنا منين تقد تنجبر في العيون المنطقة، والله منين تقد تنجبر في اوروبا، ونعاهدك بالله يا ماتلي يا دن يا بك يا كلامك يا دن ينعكس وجه الموريتاني الحبيب هون تتكلم فيه مقبوضة رقيبتك يا ويلي بريش. اهلا، صباح الخير سكان شمال افريقيا، اهلا بكم. شرفني كثير انتماء لهذا المنبر الموقر، ولكن سمعت فيه اليوم أصوات قريبة، وهذه الأصوات أنا سمعتها في بعض المنابر الموريتانية والمنابر الصحراوية الموريتانية، ولا يشرفني ما الله الاستماع لها. نتيجة عني سمعت هذا الإنسان، هو إنسان في موريتانيا في نواكشوط يشتغل المخابرات المغربية، ينقال له علي بريش، ومهمته الأساسية هو فبركة، ومهمته الأساسية كذلك هي الدخول في خاصيات البشر عن طريق الهاكر اللي عدل الأرقام العلم اللي كامل يتناقض مع فكره، يدير له هاكر. ولا يشرفني الاستماع لهذا الصوت، ما يشرفني نهائيا الاستماع لهذا الصوت. هذا الصوت إنسان مقري مرتشي، مخابر مغربي من أكبر المخابرات المغربية اللي يسكن في نواكشوط، وتعرفت عليه من قبل. والله نتأسف تماما لهذا النوع من سكان شمال إفريقيا اللي يستمعوا لهذا النوع من الأساطير الكاذبة، وذريته أبو سليمة الكذاب من ذريته تماما. غير بعد الله نقول لك مسألة واحدة عن موريتانيا الحبيبة هذه، أقسم بالله ثلاث نوبات، أقسم بالله ثلاث نوبات إلى عطراج لعويلي بريش، أقسم لي بالله ثلاث نوبات ونحرم الإسلام، نحرم الإسلام. منين ما ردك كونة، منين ما ردك للكامة يا عويلي بريش. راهي أمي ما خلتني يقار، قول لي علنك راجل ولا يجي، والله قول لي بلدنا الجابر انا وانت فيه. يا جديد التبخة يا علي بريش، والله لما هنا كانت الصحراء ديال راهو معاك ميار الصحراوي هذاك اللي بعث لك على الفيسبوك، وراناك قاعد تكذب في اليوتيوب، والقنصليات مفتوحة وقيس القنصليات، وانا محاربك ونحارب المملكة المغربية فهمتني، ولا مزديل عن تقرير المصير الشعب الصحراوي بالسلم وبالحرب. وانا نقول لك مثلا انا ضد ابراهيم قالي لانه يستعمل معكم الدبلوماسية، يجب ان فرتكم عماتكم الرمانة ديركت، لا دبلوماسية ولا هم يحزنون، خاصنا معكم نهار حرب طاحنة فهمتني. وانا من تيار راديكالي في جبهة البوليزاريو، عن لا وجود لا يوجد حل القضية دون الحرب والقتال وانتهى الموضوع. وكذبك الفيسبوك واليوتيوب لن يغير من الامر شيء. عملت اللايف هذا من هذاك زعما يوتيوبر زعما تاع فيسبوك هذاك بريش المغربي، هذاك اللقيط هذاك المغربي، هذاك الحيوان المغربي، هذاك المسطي من راسه المغربي اللي ماهوش مشبه. قلت لكم هذا باريش المغربي او باريش المغرب كان يسب في خوتي الصحراويين، كان يتكلم وعلى باله بانه انسان كاذب على خوتي الصحراويين، وكان يسب في السيد الفاضل محمد الراضي الليلي، وكان يسب في سيدتي الخليفة برك الصحراء، وكان يسب ويشتم الشعب الصحراوي، وكان يتكلم ويكذب أمام الله سبحانه عز وجل ويقول لك بأن الصحراء مغربية، وكانوا بلا من زيتون حاضر فهمتم، يعني بلا من زيتون حاضر.
حاجه يعني اللي مانيش فاهمها انا، حاجه اللي مانيش فاهمها، حبيت يعني هذا اللقيط هذا المسطي هذا الحمق هذا الغبي كيف يسمح له ان يتكلم على ريج. هذا كاع بوكا ميسي الاستاذ صيبوط بريزيدون صيبوط، مرحبا بيك صيبوط. بوريس ذاك سيتانس بروفيسيونيل وممول ممول على الاعلام. انا هذا طرحت رايي مره في قضيه، تميتني قالوا لي رجاج عنه شافوا على اليوتيوب، وياسر من الناس قاع ما يتكلم بيدي عاد خايف لا يرتفد كلامه، وهذه مشكله رايالكم. بوريس قاع لا قلعوا تصلوا معاه. مساء الخير اياك لباس، مرحبا بك علي بريش. عبد الوهاب لا يكدر عليك يا مرحبتي بيك انت وطول العمر وطلوع الدرجه الصح حق جاب البلاد. هذا يكدر عليك كلام عويلي بريش، عويلي مقصور عمر تقول عن عويلي بريش لا كان في الجبهة وجايب اخبار ذاك كان يستنطق والله ذاك كان يبطل ذاك كان يعدي فهمتني عويلي بريش والله ما مطول به راس المراح وهي والله ما مخسر عليها شيء نواره مالها الا في المخيم الزمن كامل الى عاد تثبط الناس كامله تعرفها والى عاد تستنطق الناس كامله تعرفها والى عاد ما تعدل شيء من قبل الناس تعرفها وكذا ما كنت الطار يا لا يا مس انت قاع منين تعرف حد واخبارك من حد تشد اخباره ما تلاقي محصل به سبه واحده. شوف يا ابو ريشة والله انت ايش يقولوا لك ما عندك مشكله لكن اللي تقول عني انا قولوا يا غير نواره خليها عنك انا قول اللي بغيت ما انا يعرفوني المغاربه يا صاحبي يعرفوني يا كفنتني تعرفني القوات المغربيه تعرفني حتى فهمتني تعرفني قباله وقول اللي بغيت. سعداني بالريش معروف على الساحه ومعروفين معاها الويجيجات هنا تيجي يجمعوا وفوكلات ويمشوا من هو ويعدل بيهم فبركه في اليوتيوب يمرقهم اليوتيوب عن البشر ولا سالكه منه مروقه ولا بزوقه ومعروف مسبقا معروف مسبقا واحد اللي يعدل وشغلته ولا هو مصدر ثقه رويقيش يجابوا له اوديات بتشويه لدميه ومكن رواقيش وحوز ويفبرك عليهم شي مرقوا في اليوتيوب كي شغلته فهمتي. احنا اللي لا نقول ولا عن فتبارك الله الانتصارات متتواليه. سمعت والله بدا يعويلي بالريش واحنا ماشيين القدام ولا الفصال مع الصحراء ما وخالق يكون وخبره كاملين وذا هو شادي الاخبار وهو بين يدينا. عيبك انت يا ابويا ما انا معدلين به الشيء وانت عيبك ما مخسر علينا شيء لكن الريح وتوف عيب الى النهار المهوغدة تم لا عيب. يا وني بيكم مرحبا شحالك يا وني يا كلب. بس انا بالريش ما هو خابيني انا بالريش فاتح مني صفحه في اليوتيوب كامل اللامني انا من فوق المولاي هذا ومش من التركيب اللي ما يوفق في الوقت هذا لا كلام بالريش وتركباته وانا بعد ما نبغيك لي تجيبهم باللي هو ما بيعزة للصحراء بالريش هذا بريريش يا حرق الليلة بي وبي ذاك شليه خازيه مولانا والبي اللي ورا ذاك وبي حد يلحق له كلام الصحراويين وبي حد يرفد له البوكالات نعلت الله على من يتعامل معه شلوحة على حساب معاناة الصحراويين والله كلامهم وهذا النوع لا تلحد يجيبه بريريش ما هو صحراوي والصحراء ما تعنيه قال ابو لا جاي صح حق قابض وتوه قدوم وكيف ياسر يدور يقطع وتوه محروق بي ولا نظل قاعد نجيب كلامه ينعلبوه ابو ذاك. شفت عويلي بريش وكشو هذا صفات ولا كاتلتهم لفع ولا كاتلتهم كورونا مش ينسخك ينسخ شكلك من البشر والصحراء ما هي مغربية ولا اللي تعود مغربية. سمعت ولا تملا تركب كلامك وكلام الخلق الثاني على الصحراوي اللي حرام شي يوضعك في لفوي يسوي الملك شي الملك ساوي